مهم جدا لو لاحظتي اي عرض من الاعراض او اي تغير تاني عن حاله الثدي الطبيعيه الخاصه بيكي تتوجهي لاقرب طبيب متخصص بدون اي تاخير. بتستمر مليارات الخلايا في كل الأعضاء في الانقسام والتجدد على مدار العمر. الانقسام ده وظيفته تعويض الخلايا العجوزة اللي بتموت والخلايا التالفة اللي بنفقدها. أثناء الانقسام ممكن تحصل بعض أخطاء وتخرج بعض الخلايا عن السيطرة وتبدأ تنقسم وتتطور بشكل مجنون وغير خاضع لقوانين الجسم المحسوبة والدقيقة. الخلايا المجنونة والخارجة عن السيطرة دي هي الخلايا السرطانية، وده ممكن يحصل في أي عضو من أعضاء الجسم، ولو حصل في الثدي هيكون هو ده سرطان الثدي، وده بيحصل في الإناث والذكور، وكل 100 حالة سرطان ثدي بيكون المرضى فيها 99 أنثى وذكر واحد تقريبا. الخلايا السرطانية كمان ليها القدرة على اختراق الأنسجة المحيطة بيها والانتشار عن طريق الدم والأوعية الليمفاوية لأعضاء أبعد بكتير. السنة اللي فاتت 2015 وجد أقدم دليل على وجود سرطان الثدي في جثة أحد أفراد الأسرة السادسة الفرعونية عمرها أكثر من 4200 سنة، وظهر على الجثة دي علامات انتشار السرطان لأعضاء بعيدة كمان عن الثدي. على مدار التاريخ حاول الأطباء وغير الأطباء إنهم يلاقوا السبب المباشر لسرطان الثدي. في القرن 18 كان السبب اللي بيعتقد فيه بشدة هو زيادة النشاط الجنسي للمريضة، وبعدها اعتقدوا إنه نقص النشاط الجنسي للمريضة، وبعدها قالوا إنه تراكم لبن الرضاعة داخل الثدي، وبعدها اعتقدوا انها الملابس الضيقه اللي بتضغط على الاوعيه الليمفاويه للثدي، واخيرا قالوا ان الخوف من سرطان الثدي هو اللي بيسبب سرطان الثدي. ولحد النهارده ما قدرش الطب يتوصل للسبب الحقيقي والرئيسي لحدوث سرطان الثدي ولا السرطان عموما، لكن قدرت ابحاث تلاقي علاقه بعض عوامل بزياده احتماليه الاصابه بسرطان الثدي او تقليلها، مش عوامل بتسبب حدوثه او بتمنعه لكن بتزود او تقلل احتماليه الاصابه بيه. وحتى العوامل دي لسه في تباين واضح بين نتائج الابحاث عن كونها بتاثر بنسب قد ايه او لاي مدى، ومنها مثلا جنس وسن المريض، العوامل الوراثيه، تاريخ الاصابات السابقه بسرطان الثدي خصوصا والسرطان عموما، اسلوب الحياه وبعض العادات زي مثلا نوع الغذاء والوزن وتعاطي الكحول والتدخين والمكملات الغذائية والعلاجات الهرمونية البديلة والحمل والرضاعة وتعاطي بعض موانع الحمل والتعرض لأنواع من الفيروسات والمواد الكيميائية والإشعاع. بالمناسبة مزيلات العرق والملابس الضيقة وعمليات زرع الثدي ما تمش إثبات أي علاقة ليها بسرطان الثدي لحد دلوقتي. أعراض سرطان الثدي ممكن جدا تتشابه مع أعراض أمراض كتير في الثدي ملهاش أي علاقة بسرطان الثدي، زي مثلا تغير في حجم او شكل الثدي، ووجود كتل او تورمات في جزء او الثدي كله، او وجود تورمات في منطقه الابط، الم في الثدي او افرازات غير طبيعيه من الحلمه، او تغير في شكلها او لونها او موقعها او انكماشها، تغير لون او شكل الجلد او المسام في منطقه الثدي. ولذلك مهم جدا لو لاحظتي اي عرض من الاعراض او اي تغير تاني عن حاله الثدي الطبيعيه الخاصه بيكي تتوجهي لأقرب طبيب متخصص بدون أي تأخير. والأهم إنك تعرفي إن سرطان الثدي ممكن ما تظهرلوش أي أعراض لفترة طويلة من وجوده، وهنا تيجي أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي قبل ظهور الأعراض عن طريق الفحص الذاتي والزيارة الدورية للطبيب المتخصص وفحوص الماموجرام. الفحص الذاتي للثدي هو فحص المرأة لنفسها بنفسها كل شهر للتأكد من سلامة الثدي من أي تغيرات. الماموجرام هو جهاز بيستخدم نوع من الأشعة لفحص نسيج الثدي وتحديد مكان ونوع أي تغيرات، وبتنصح السيدات بالخضوع ليه كل سنة أو أكتر حسب اختلاف المدارس الطبية في كل دولة بهدف فحص الثدي قبل ظهور الأعراض. ورغم وجود دراسات كتير بتشكك في جدول الفحص الذاتي وفحص الماموجرام السنوي إلا إنه لازال بينصح بيه لحد دلوقتي.
بعض العلاجات اللي كانت مستخدمة على مر التاريخ لعلاج سرطان الثدي كانت بتشمل تعاطي بعض الأعشاب والمواد السامة زي الزئبق وأحياناً البتر الكامل للثدي بطرق وحشية حتى قبل اكتشاف التخدير وطرق التعقيم المطلوبة لحد سنة 1882 لما أجريت أول عملية استئصال جذري للثدي، يعني إزالة كل نسيج الثدي والغدد الليمفاوية في الإبط وعضلات منطقة الصدر كلها. صحيح العملية كانت بتسيب تشوه وألام مبرحة جدا للمريضة على المدى الطويل، لكن قدرت فعلا تزود من معدلات البقاء على قيد الحياة بعد الإصابة بالسرطان بنسب كافية إن العملية تفضل مقبولة في الوسط الطبي ومستمرة كعلاج أساسي لسرطان الثدي لحد السبعينات، يعني من 40 سنة. بس بعض الأطباء حاولوا يزودوا على العملية دي كمان ويشيلوا عظمة الترقوة وأجزاء من الضلوع ومن عظمة القص علشان يوصلوا للغدد الليمفاوية العميقة أكتر، لأنهم كانوا مقتنعين بضرورة إزالة كل الغدد الليمفاوية في المنطقة تجنباً إن سرطان الثدي ينتشر ويزيد بعد العملية. لكن في السبعينات حصل تطور كبير في فهم هجرة الخلايا السرطانية وانتشارها وانتقالها من الثدي لباقي أعضاء الجسم، وبدأت النظرة لسرطان الثدي كمرض عام بيصيب أكتر من عضو وجهاز داخل الجسم، مش بس مرض موضعي بيصيب عضو واحد بس. فتم استخدام العلاج الكيماوي في علاج سرطان الثدي، والعلاج الكيماوي هو مجموعة من العقاقير بيتم تعاطيها بتهاجم الخلايا السرطانية وتقضي عليها، لكن للأسف ممكن تقضي على بعض الخلايا السليمة وتسبب أعراض جانبية كتير، بالإضافة للعلاج الإشعاعي وهو تعريض الخلايا السرطانية لنوع محدد من الأشعة القادرة على القضاء عليها، والعلاج الهرموني وغيره كتير من العقاقير اللي بيحدد تعاطيها وجرعاتها الأطباء المتخصصين حسب الحالة. وحديثاً اتطورت العمليات الجراحية وبقت بتشمل إزالة أجزاء أقل بكتير وبالتالي ألام أقل وأعراض ما بعد العملية أخف في حدتها، بالإضافة لعمليات إعادة بناء الثدي بعد عمليات استئصاله لاستعادة أقرب شكل وحجم للثدي الطبيعي. سرطان الثدي ليه عدة أنواع وأشكال وحسب نوع وحجم الورم ووقت اكتشاف وتشخيص المرض وحسب الحالة العامة للمريضة نفسها وبعض الظروف الأخرى، بتختلف خطة العلاج كلياً ومش شرط أبداً إن كل المرضى يتعالجوا زي بعض. سرطان الثدي بيصيب ملايين السيدات حول العالم كل سنة، وحوالي 12% من الإناث في العالم هيواجهوا الإصابة بسرطان الثدي في مرحلة ما من حياتهم، يعني سرطان الثدي بيمس حياة كل شخص تقريباً في العالم. لكن بتطور المجال الطبي كل يوم ككل، علم ووعي الأطباء وتقنيات الفحص والتشخيص والعلاج، وبتعاون المجتمع كله لدعم المرضى والأخذ بإيديهم في طريق العلاج الصحيح، بتوصل معدلات البقاء على قيد الحياة لمدة 5 سنين بعد الإصابة لأكثر من 89% من إجمالي المصابات. إحنا أقوى من السرطان. كل أمنياتي بالشفاء والقوة لكل محاربين ومحاربات الأمراض في كل مكان. الفيديو ده هو مشاركة مننا في الدورة الثانية من أسبوع يوتيوب المرأة العربية اللي بينظمه ويدعمه موقع بودكاست عربي.